لأن الشعر فن ولأن الفن صمت ورقص ورسم بالكلمات وإيحاء بالجسد تطل على خشبة المسرح فرقة الخيال لإحياء التراث مقدمة عرضاً فنياً يجمع الموسيقى إلى العزف والغناء. في هذه اللوحة المستلهمة من روح الكتاب أرجو منكم أن ترحبوا معي بالمؤلف الموسيقي محمد زعزع وعازفة الكمان ريا وهاب والمغني والراقص محمد خنسة. Oh,